لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى مع اللقاء الثالث من تفسير سورة مريم عليها السلام، ويبدأ من الآية السابعة، ونأمل بإذن الله عز وجل أن ينتهي بالآية الخامسة عشرة بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الآيات هي استكمال لجانب من قصة زكريا، وأيضا ذكرت جانبا من قصة يحيى عليهما وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. الله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. دي كانت استجابة من الله عز وجل لدعوة زكريا عليه السلام، لما رأى أن الله يرزق مريم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، طمع في كرم الله وفضله وسأل الله الولد. ليس من أجل أن يستمتع الإنسان بالولد في الدنيا من باب المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا، وإنما خوفا على الدين ونصرة لهذا الدين وامتدادا لهذا المنهج كما بينا في المرة السابقة. فيا زكريا إنا نبشرك، البشرى هنا فيها أول شيء أن امرأته قد حملت، دي أول البشرى. البشرى الثانية أنها ستتم حملها وتلد. البشرى الثالثة أن المولود ذكر. البشرى الرابعة أنه سيعيش حتى لو مات فهو يحيى، لأنه سيقتل شهيدا في سبيل الله. مجموعة من البشريات بشره الله عز وجل بها في يعني كلمات قليلة. زد على ذلك هذا الشرف العظيم أنه لم يسمى باسمه أحد قبله، أول واحد في الدنيا بحالها يسمى يحيى، ها هو ده، هو يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام. القول الثاني لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له من قبل شبيها ولا نظيرا، هذا بعيد، لأن الذين سبقوه منهم من هم مثله ومنهم من هم أفضل منه. فإبراهيم مثلا ونوح عليهما السلام أفضل من يحيى، ها؟ فبالتالي يترجح قول الجمهور اللي هو إيه؟ لم نجعل له من قبل سميعا، لم يتسمى أحد إيه؟ باسمه قبل ذلك. والبشرى هذه لم تكن من الله مباشرة، ولكن كانت بواسطة الملائكة. ربنا عز وجل أمر الملائكة أن تبشر إيه؟ أو أن تنقل بشرى الرب سبحانه وتعالى إلى زكريا عليه السلام. فنادته إيه؟ الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. تمام؟
ويأتي التفصيل في سورة آل عمران وصف يحيى عليه السلام مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كم صفة دول؟ أربعة: مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ودي هنرجع لها إن شاء الله لما نتكلم عن يحيى عليه السلام. تمام كده، دول أربع صفات، وهنا معانا تسع صفات، يبقى 13 صفة هنعرضهم إن شاء الله لما يجي الكلام عن يحيى عليه السلام. تمام كده؟ طيب. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. طبعا يا جماعة، من أهم دلائل صدق الأنبياء صفاتهم، كمال الصفات الخلقية والخلقية. يعني ما فيش نبي من الأنبياء عنده نقص خلقي ولا خلقي، هم أحسن الناس خلقا وإيه وخلقا. فطبعا العقم ده عيب، صح؟ طيب، فبالتالي هو منزه عن هذا، أي نبي ليس عقيما، ماشي كده؟ يعني سيدنا إبراهيم لم يكن عقيما، مع أنه رزق بالولد في آخر عمره وعنده 120 سنة، رزق بإسماعيل وبعد كده بإسحاق، ماشي؟ لكن امرأته هي التي كانت إيه؟ كانت عاقرة. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. تمام؟ طيب، خلافا لما ادعى البعض، يعني في بعض المفسرين قال إن هو كان عقيما، لا طبعا هذا نقص، والنقص البشري لا يليق بالأنبياء. حتى يعني في قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبعض المفسرين بيفسروا أن هم بها ليدفعها عن نفسه، والبعض الآخر بيقول لهم لا، ده هو بشر، ومن كماله البشري أن يخطر بباله ولو للحظات أن يعاشرها، لكن الله عز وجل يعصمه، يعني مجرد خاطر يدور، وإلا لو لم يخطر ببالي هذا الخاطر لكان هذا نقصا في رجولته، إن واحد يشوف واحدة يعني أجمل الجميلات متزينة بزينة الملوك والفراش والطيب والمكان مهيأ، وهي التي تزينت له وتعرض نفسها عليه وما يتحركش، يبقى مش راجل. خدت بالك؟ يبقى مش راجل. لكن مجرد الخاطر القلبي فقط، هذا يدل على كمال رجولته عليه السلام. وبعدين لولا أن رأى برهان ربه، وبعدين قال لك: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المقصود هنا يا جماعة أن الأنبياء أكمل الناس خلقا وإيه وخلقا. تمام، ودي من دلائل نبوتهم عليهم جميعا الصلاة والسلام، بالإضافة طبعا للبشارات والمعجزات والنبوات والتأثير. دول خمس أدلة اللي هم دلائل صدق أي نبي يدعي النبوة، يعني أي إنسان يدعي النبوة اللي يدل على صدق الخمس حاجات دهم. خمس أصول لازم نعرفهم ونحفظهم. أول حاجة إيه؟ البشارات. تاني حاجة كمال خلقه وخلقه، صفة الخلقية والخلقية. ثالث حاجة المعجزات والآيات التي يجعلها الله على يديه، خلاص. ورابع حاجة النبوات، الإخبار بالمستقبل بأحداث تقع في المستقبل وتقع وفق ما قال. خامس حاجة التأثير، تأثيره في الخلق. تمام، طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بمعجزات، يعني وشارك بقية الأنبياء في معجزاتهم الحسية، وتميز بمعجزة إيه؟ القرآن، اللي هي معجزة المعجزات، اللي هي المعجزة الإيه؟ الخالدة، القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. امرأة عاقر هتولد إزاي؟
وانا كمان كبرت، ما قالش وانا عقيم، ها ما قالش انا عقيم، ما قالش، مش كده؟ انا يعني هو بيتعلل بايه؟ بلغت من الكبر عتية، يعني العتي او العسي اللي هو بلغ الغاية في الشيء، في اي شيء بلغ الغاية في الايه، في السن، يبقى عتية او عسية بالت او بالسين الاثنين. بلغ الغاية في الخير ايا كان، يبقى عات في الخير. طيب بلغ الغاية في الشر، يبقى برضك عات او عاس في الشر. فالعتو والعسو هو بلوغ الغاية في اي شيء، مش كده؟ طيب وقد بلغت من الكبر عتية. في سورة آل عمران قال رب أن يكون لي غلام وكانت وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أهو برضو ما قالش إنه عقيم، بلغني الكبر وامرأتي إيه عاقر، يعني أنا كبرت. وفي أول سورة مريم قال إيه؟ إني وهن الإيه العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. تمام، ده كلام جميل. طيب وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. طيب يا زكريا، يعني أنت الذي طلبت من الله عز وجل أن يرزقك الولد، الآن إذا بشرك الله عز وجل بهذه البشارات، ها تقول كيف يكون ذلك؟ تستفهم، تستفسر، ها هذا شك في قدرة الله؟ حاشا وكلا، لأن معلش يعني إذا كان الأنبياء يشكون في قدرة الله فماذا بقي لغيرهم؟ فهذا ليس شكا من زكريا عليه السلام، زي إبراهيم عليه السلام لما قال إيه ربي أرني إيه كيف تحيي الموتى، ها قال أولم تؤمن، كلام صريح من ربنا عشان يبين لنا احنا، هو ربنا بيسأل وهو يعلم بس بيسأل عشاننا احنا، قال بلى انا امنت. ها امال انت بتسأل ليه يا ابراهيم؟ قال ولكن ليطمئن ايه قلبي، يزداد يقينا، ينتقل من عين اليقين الى حق اليقين، مش كده؟ يعني ايه هو عنده علم يقين من الاول من الله على كل شيء قدير. طيب وعين عين اليقين هو شاف، لكن حق اليقين عاوز يعمل بنفسه، عشان كده ربنا قال له فخذ أربعة من الطير فصلون إليك، وفعلا جاب الطيور دي وقطعها وخلط لحمها بريشها بعظمها بكله، خلطهم على بعض كده وراح رايح على الأربع جبال، كل جبل حط شوية، الشوية دول ما تعرفش بقى من ايه، من اتنين منهم ولا بتلاتة ولا من الاربعة ولا كده، واخد بالك؟ وبعدين بدأ يقف في المكان بتاعه ومعه رؤوس هذه الطيور الاربعة، وبعدين كل ريشة عارفة مكانها، كل لحم عارف مكانه، كل عصب كل عظمة عارفة مكانها، بيتجمعوا مع بعض، كل طير يتجمع مع نفسه ويطير في السماء ويأتي ويلتقم برأسه التي في يديه إبراهيم. يبقى هو كده انتقل من عين اليقين إلى حق له اليقين، عشان كده قال إيه ليطمئن قلب. فهنا برضك زكريا عليه السلام بيستفسر على أساس يعني إن ده يعني تعجب من قدرة الله عز وجل، تعجب من قدرة الله عز وجل وليس إنكارا لقدرة الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كذلك أي مثل هذا الذي سبق يكون رزقك بالولد، يعني يرزقك الله عز وجل بالإيه بالولد. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين، هو هين يعني سهل. طب هل في حق الله عز وجل سهل وأسهل، أو صعب وأصعب، أو سهل وصعب؟ مفيش طبعا. أمال إيه هو علي هين؟ بمقياسكم يا بشر، ها بقياسكم أيها البشر،
انتوا عندكم في قانونكم يا بشر بصفة انكم ضعفاء وعجزة، عندكم هين واهون، عندكم صعب واصعب، عندكم صعب وسهل، فبقياسكم انتم ده اهون من ايه، من يعني من خلقكم، من ابتداء الخلق. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ايه اللي هو علي هين ده؟ هو ايه؟ وجود الحمل هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انه الاصعب في قانون البشر، يعني لما يبقى زوج وزوجه والمراه عقيم وربنا هيخليها تولد، واخد بالك، والرجل الكبير في السن ربنا عز وجل هيقويها على الجماع، ده اسهل في مقياس البشر ولا بدايه الخلق من لا شيء من عدم؟ اكيد ده اسهل طبعا اذا كان البشر بيعملوا حاجه زي كده برضه بقدره الله باذن الله، يعني مش الاذن الكوني. يبقى ربنا مش يعني لا يقدر على هذا؟ بلى ويقدر سبحانه وتعالى. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي ايه. الله، هو ايه الحكايه؟ يعني انت دلوقتي ربنا بشرك وانت سالت وربنا جاوبك، طب ايه تاني المطلوب؟ عاوز ايه ليه؟ الايه عشان بدايه الحمل، وليس شكا في قدره الله عز وجل، او وليس كما قال بعض المفسرين ان الشيطان جاءه وايه واراد ان يضلله، فعاوز حاجه فارقه بين وحي الرحمن وكلام الايه الشيطان. طبعا مستحيل يا جماعه ان نبي من الانبياء يكون كده، ان يجي له حد كده يبلغه بشيء ومش عارف ده جبريل ولا ابليس، صعبه جدا يعني، خدت بالك؟ وبعدين ربنا عز وجل قال ايه، انه ليس له سلطان ايه على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به. والشيطان نفسه قال ايه، فبعزتك وانما اجمعين الا عبادك منهم الايه المخلصين. وفي القراءة المخلصين. طب إن لم يكن الأنبياء هم المخلصين أو المخلصين فمن؟ ها؟ فربنا عصمهم من الإيه الشيطان، والشيطان اعترف بعجزه عن إيه؟ عن إغوائهم. حتى الشيطان اللي كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ودي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرون إلا به إلا بخير. تمام؟ فطبعا القول ده قول باطل، ان هو حكايه ان هو ايه الشيطان جاله وكلمه وعاوز يعرف الفرق بقى بين كلام الشيطان وكلام الرحمن، ده كلام باطل جدا جدا جدا. لكن الصحيح والله اعلم انه يعني يريد من الله ايه، علامه داله على ايه، على بدايه حمل ايه زوجته، خدت بالك؟ قال رب اجعل لي ايه، الايه هي العلامه. ها، لما يوشع ابن نون اللي تولى الخلافة بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل، قال لهم لما طلبوا منه بقى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ بعدين قال لهم إن الله إيه قد بعث لكم طالوت ملكا، ما قال لهمش أنا اخترت لكم طالوت رشحته لكم، لا، قال لهم ده ربنا هو اللي إيه بعث. لا، مش مصدقين النبي بتاعهم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يبقى هم بيقولوا ابعث لنا ملكا عشان ايه؟ كل واحد طمعان ان لما يقولوا له ابعث لنا ملكا هيشاور عليه هو ويقول له انت اللي هتبقى ملك، واخد بالك؟ فلقوا الموضوع طلع براهم خالص. طالوت ده، طالوت ده ما كانش محطوط في الحسابات خالص، ده بيسموه الحصان الأسود اللي ما كانش متوقع اصلا انه يبقى ملك. فعشان كده قال لهم ان الله، مش انا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما اعترضوا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق الملك ولا تسعة من المال، قال ان الله برضه، مش انا، ان الله اصطفاه عليكم وتوفرت فيه صفات الملك وزاده بسطة ايه في العلم والجسم. يا جماعه ما تعترضوش، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة ملكه، العلامة اللي تدل على صدقي في نقلي عن الله عز وجل إيه؟ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة،
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم إيه؟ مؤمنين. يعني العلامة الدالة على إن هو ملك عليكم إن يجي الصندوق الذهبي اللي فيه رداد التوراة وثياب موسى وهارون ونعلى موسى ونعلى هارون وعصى موسى وعصى هارون والملائكة شايلاه وانتم شايفين وانتم تنظرون. إن في ذلك لآية لكم على صدقي أن طالوت ملك عليه. إن كنتم مؤمنين فاستجيبوا. خلاص؟ طيب يبقى دي الآية. في معنى تاني للآية اللي هي الجماعة. ها؟ تقول العرب جاءوا بآياتهم أي جاءوا إيه؟ بجماعتهم. تمام؟ طيب هنا المعنى المقصود إيه؟ الآية العلامة اللي هي المعجزة. واضح؟ طيب قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. العلامة بتاعتك إنك مش هتتكلم 3 أيام. خدت بالك؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وإيه؟ وعشية. أوحى إليهم يعني إيه؟ أشار إليهم. زي الآية الثانية في سورة آل عمران إيه؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشية والإيه؟ والإبكار. خلي بالك سورة مريم وضحت ما لم توضحه سورة آل عمران، وسورة آل عمران وضحت ما لم توضحه سورة مريم عليها السلام. سوية هنا شفنا حالك. حاضر بالراحة بس علي بالراحة علي ابلع عريقك بس الأول كده وكل برتقال ولا سفندي هتفرق إن شاء الله. خدت بالك إيه اللي بينته آية مريم وما بينتهش آية آل عمران؟ زي ما قال باشمهندس كده 3 ليال. يبقى سورة مريم ذكرت إن هي ليالي، دي مش موجودة في آل عمران. كمان سورة مريم ذكرت إن هي سويا، ودي برضك مش موجودة في آل عمران. واخد بالك؟ طيب آل عمران بينت حاجات ما بينتهاش سورة مريم. ايه هي؟ اول حاجة 3 أيام. يبقى نحط الايام بتاعت آل عمران على الليالي بتاعت مريم ويبقى 3 أيام ايه؟ بلياليها. الله ينور عليه، 3 أيام بلياليها. خدت بالك؟ طيب 3 أيام قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة. رمزة يعني إيه؟ إشارة. وده نوع من أنواع الوحي في اللغة. إن كلمة وحي في اللغة اللي هي إيه؟ الأصل فيها الإعلان السريع الخفي. الإعلام السريع الخفي يعني في إخبار وفي سرعة وفي إيه؟ خفاء، لكن توسع فيه فصار يطلق على الكتابة. فالكتابة الكتابة تسمى وحيا والإشارة تسمى وحيا، أيا كانت الإشارة باليد أو بالعين أو بأي شيء تسمى إيه؟ وحيا. خدت بالك؟ ده كلام ممتاز. يبقى إيه؟ يبقى آية سورة مريم وآية سورة آل عمران بينهم احتباك. الاحتباك أن يأتي موضعين كل موضع فيهما يبين ما لم يبينه الإيه؟ الآخر. فالموضع بتاع مريم بين أشياء لم يبينها موضع آل عمران. موضع آل عمران بين أشياء لم يبينها موضع إيه؟ مريم، كما سبق بيانه. طيب 3 ليال سوي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية ديت إيه عربها يا جماعة؟ حال. ممتاز جدا. حال مين؟ صاحب الحال سيدنا زكريا عليه السلام. يبقى زكريا سويا. ها؟ حالة كونك يا زكريا سويا. يعني سويا سليما من العيوب. طب ما انت عارف امال بتسال ليه؟ دي حاجه صعبه يا شيخ والله. الامام ابو حنيفه رحمه الله كان لما يجلس يسمع درس العلم كان يسمعه كانه يعرفه لاول مره وهو اعلم من المتكلم.
واخد بالك؟ انا مش عشان اعرفه عشان انا والله ما انا كنتش عارفه صحيح. طيب ماشي جزاك الله خير. بس انا بقول سويا لفت النظر يعني. يبقى هنا سويا يعني يا جماعه كده حال لزكريا، يعني انت مش هتكلم الناس ثلاث ليالي وليس بسبب عاهه فيك. ما هو في واحد يجي له مرض نفسي لسانه يتمسك مثلا فتره، واحد يجي له جلطه نسال الله العفو والعافيه، من ضمن الاشياء اللي تؤثرها الجلطه ان لسانه يتمسك شوي، وده طبعا شفناه كتير خدت بالك. فلو اتمسك لسانه فتره دي عيب، عمرها ما تبقى آية. لكن انت سليم ليست بك عاهة ولسانك يتمسك، وكمان الجميل انه مش يتمسك عن كل حاجة، وحتى لو انت سليم ولسانك يتمسك على طول الخط برضو ما تنفعش آية. لكن الآية في ايه بقى؟ اذا اردت ذكر الله ينطلق لسانك بالذكر، واذا اردت كلام الناس ينعقد لسانك عن الكلام. هي دي الآية، واخد بالك؟ باينة جدا في سورة آل عمران، ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. منين ما تكلمش الناس إلا بالإشارة؟ ومنين واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار؟ اذكر ربك هيذكر إزاي؟ باللسان. يبقى الآية هنا يا جماعة، ولذلك اللي ما هوش فاهم الآية يجي يصلي بينا ويقرأ إزاي؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كده صح ولا غلط؟ صح. صح، الله يفتح عليك. حد عنده رأي تاني؟ كده غلط، كده أنا ما بينش الآية أصلا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وقف. طب إيه الآية اللي في كده؟ عجيبة. لا كده مفيش، كده مفيش آية، كده مفيش آية، مفيش معجزة. إنما الآية لازم تكمل على بعض وتكمل الآية على بعضها. هات الصورة، هات الصورة كاملة. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. على بعضها كده تبقى كده دي آية. إنما ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وتقف، أنت عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، ما جبتش الآية. لكن لما جيبها على بعضها انك مش هتكلم الناس ثلاث ايام الا اشاره الا بذكر الله والتسبيح. واضحه ديت يا جماعه ولا ايه؟ واضحه ولا نقولها تاني؟ واضحه. عشان بس دي بقى بتبين لك بقى الامام اللي بيصلي وهو واخد باله من المعاني، ولا بيقول وخلاص هو في وادي والايات في وادي تاني، خدت بالك؟ طيب، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. وفي سورة مريم بيقول ايه؟ ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، فأوحى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ايه؟ هي بكرة وعشية زي العشية والايه؟ والإبكار. طيب هناك فعل عمران قال بالعشية والإبكار، وهنا بكرة وايه؟ وعشية. ليه؟ مراعاة الفواصل، والله أعلم. مراعاة الفواصل. طب ايه هو العشي وايه هو الإبكار؟ العشي او البكره، العشي اللي هو من العصر الى المغرب، وده اقوى الاقوال، البعض بيجعله من الظهر الى المغرب، واخد بالك؟ طب والابكار؟ قالوا من طلوع الفجر الى شروق الشمس. البكره او الابكار او الاشراق من طلوع الفجر الصادق الى شروق ايه؟ الى شروق الشمس. طب يا ترى يسبح ربنا سبحانه وتعالى في هذين الوقتين فقط؟ طب بقية الأوقات؟ عشان كده قالوا إيه؟ بكرة أو الإبكار إشارة إلى النهار كله، ياخد النهار من أوله لغاية آخره. والعشي إشارة إلى المساء كله، ياخد المساء من أوله لآخره، من العصر لغاية الفجر، يبقى شغال 24 ساعة يذكر الله ويسبح الله. واخد بالك شيخ؟ انتوا فاهمين ديت ولا ايه؟ يبقى هل العشي والابكار او بكره وعشيه مقصوره على اذكار الصباح والمساء فقط، ولا المقصود بالابكار والبكور اللي هو النهار كله من الصباح الى اخر اليوم،
والعشي هو من العصر إلى 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 الفجر، ها؟ يعني تداوم الإيه؟ الذكر. الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا يجمع لي ذلك إيه كله. قال إيه: لا يزال لسانك إيه رطبا بذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والإيه والميت. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تمام. طيب، يبقى ذكر الله دائم دائم، حتى لو الإنسان استيقظ من النوم أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى. من تعرى من الليل فقال إيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين، قبلت صلاته، وما سأل الله شيئا إلا أعطاه، من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الإنسان بيستيقظ من النوم بيقول أذكار النوم، الاستيقاظ من النوم، لما بيجي ينام بيقول أذكار النوم، خدت بالك؟ لما بيدخل البيت بيقول أذكار دخول البيت، لما بيخرج بتلاقي الأذكار الموظفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغلت الايه الوقت كله، ليله ونهاره، خدت بالك؟ في أذكار اليوم والليلة، تلاقي كل لحظة في حياتك فيها مش ذكر بل أذكار، خدت بالك؟ عشان كده احنا بنقول للجماعة الصوفية أصحاب الأوراد المبتدعة، نقول لهم: يا جماعة كملوا الأول الورد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتحداكم لو لقيتوا وقت تاني تقولوا فيه الأوراد المبتدعة بتاعتكم دي الشركية دي. انت لو كملت الورد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن تلاقي وقت أبدا للأوراد الفاسدة دي. لكن السبب ايه؟ ان هو يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يستبدلون الأذكار البدعية والأوراد الشركية بالذي هو خير، وهو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده يا جماعة؟ طيب، قال ابن عباس ورد عنه القولين بقى في سوية دي، قول وفق فيه الجمهور اللي هو سوية يعني ايه؟ وأنت سوي ليست بك عاهة. طيب، وقول تاني عن ابن عباس برضو رضي الله عنهما يقول: سوية يعني متصلات ليست منقطعات، ثلاث ليال متصلات يعني. طيب، الراجح طبعا القول الأول صح، بس القول الثاني استفدنا منه حاجة، إيه هي؟ التتابع، تتابع الليالي، إن هي ورا بعضها ثلاث ليالي ورا بعضها ولا تعارض، يعني سواء خليناها سوية حال من زكريا أو سوية من الليالي فلا تعارض بين هذين القولين، وإن كان الراجح الأول، ولكن لا شك أنهما يكمل أحدهما الإيه؟ الآخر. يعني أنت سوي والليالي متصلة، صح كده يا جماعة؟ طيب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. المحراب جاءت من الإيه؟ من الحرب، الحرب، إن أنت في هذا المكان تتعبد لله عز وجل، فأنت تحارب الشيطان والشيطان إيه؟ يحاربك، فعشان كده إيه؟ اسمه المحراب. أو جاءت من المحاربة، وهي المشقة في العبادة، إن أنت بتيجي في المكان ده، ده مكان بتتعبد فيه كتير فبتشق عليك العبادة. وعلى أي حال المحراب المقصود به إيه؟ المكان الشريف المرتفع، المكان الشريف المرتفع، سواء كانت الرفعة دي بقى رفعة مكان أو مكانة، يعني ممكن الإيه المحراب ده زي إيه مكان عالي بتطلع له بسلم، خدت بالك؟ أو اللي هو مقدم المصلى أو مقدم المسجد، وليس المقصود به القبو الذي يجعله الناس غائرا في الايه في الجدار، يعمل لك ايه سمعه كده ولا حفره كده في الحيطه يقول لك دي محراب، ويجي كاتب لك عليها كده: فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. لا، ده اسمه مذبح، تشبه بالنصارى والكنائس بتاعتهم وكده هوت، يعني ان هم اللي بيعملوا الحكايه ديت ويذبحون فيها القرابين بتاعتهم، واخد بالك؟
لكن ما مش هو ده اسمه المحراب، لا ده اسمه مذبح، لكن المحراب هو المكان الذي يتعبد فيه مطلقا، أو المكان المرتفع، أو المكان الشريف، أو مقدم المصلى. ده كل ده يطلق عليه كلمة إيه؟ جميل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهنا فخرج على قومه من المحراب. يبقى المحراب ده مكان هو بيعتزل فيه الناس وبيصلي فيه ويتعبد لله عز وجل فيه. فأوحى إليهم، أوحى إليهم، أشار إليهم إشارة يفهمون منها الأمر بالتسبيح. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني ممكن مثلا يكون عمل لهم كده، هم خد بالك يعني إيه بكرة وعشية، ويعمل لهم على صابه كده التسبيح. أو ممكن يكون كتب على الأرض، كتب لهم على الأرض كده بإيده سبحوا بكرة وعشية. تحتمل دي وتحتمل دي. ما دل على الفعل، ما دل على الفعل بدون نطق، بدون كلام، تاخد بالك. أن سبحوا بكرة وإيه وعشية. طيب، ثم قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هنا يا جماعة بنلاحظ الفرق بين القرآن وحشو المسلسلات والأفلام أو القصص الهابط الفاسد. هنا لو في مسلسل شغاله جايب القصة دي، بيجي بعد ما ربنا بين له الآية وما استطاعش الكلام، بيعمل ايه؟ بيجيبوا لك بقى هو بياكل، وصلاة الكاميرا عليه كده بيقول ناولون البتاع دي، بيشاور ووشه بان عليه الحزن والاقتضاب، انه مش عارف يتكلم وزعلان ومتضايق. وبعدين يتسد نفسه يقوم يسيب الاكل، يخليهم كلهم يسيبوا الاكل، واخد بالك. وبعدين يطلع في الشارع: ايه يا زكريا مالك اللي جرالك؟ ما يعرفش يرد، مش كلام فاضي في كلام فاضي في كلام فاضي. زيد على ذلك بقى يجيب لك فترة الحمل، ده حامل وراح تتابع عند الدكتور، مش عارف الدكتور قال لها ايه وحصل ايه وسووا ايه وفين على بال ما تولد بالسلام، وعملوا حفله بقى وجابوا مش عارف ايه وخلوا ايه ده كانوا مفكرينه بيت وطلع ولا ومش عارف، ويجيبوا لك هو في اللفه ويجيبوا لك هم شايلينه ويلعبوه، واخد بالك. وبعدين يجيبوا لك بادي يمشي وبادي قصص خايبه ملهاش اي لازمه كلها. لا، هنا شوف الايات: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وبعدين يا يحيى خذ الكتاب. خليك في المفيد، الحاجات اللي الإنسان هيدركها لوحده من القصة القرآن ما بيحكيهاش، لأن القرآن ليس كتاب روايات وليس كتاب قصص، بل تذكر القصص في القرآن للقدوة ولأخذ العبرة. خلاص، وهي حملت ولدت ويحيى كبر وبقى صبي، وربنا قال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واخد بالك، في سورة آل عمران ربنا قال له من اللحظة الأولى أن الله يبشرك إيه؟ بيحيى. أول حاجة إيه؟ مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله، بكلمة كن. هو مصدق للإيه؟ لما للكتب السابقة والرسل السابقين. وسيدا، هيبقى سيد في قومه. وحصورا، يعني حصورا يعني ممنوعا من الذنوب، ليس كما تقول بعض الإسرائيليات ممنوعا من النساء، هذا أيضا نقص بشري مش كده، لكن حصورا ممنوعا من الايه؟ من الذنوب، تمام. ونبيا من الصالحين، ونبيا. خلي بالك، زكريا ما كانش يطالب انه يبقى نبي، زكريا كان طالب ايه؟ فهب لي من لدنك ايه؟ وليا يرثني في العلم والدعوه واجعله رب ايه؟ رضي. فربنا اداله اكتر مما يطلب، اداله نبي، خدت بالك. ونبيا من الصالحين. هنا قال ايه؟ يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ يعني الكتاب يا جماعه يعني التوراه، لان يحيى
عليه السلام ولد في نفس الوقت اللي ولد فيه عيسى عليه السلام، هما ابناء الخالة وكانوا الاثنين أنبياء، حتى إن ربنا أوحى إلى يحيى بخمس كلمات فتأخر في تبليغها، فقال له عيسى إن الله أوحى إليك بخمس كلمات، فإما أن تبلغهن وإما إيه وإما أن أبلغهن، قال بل أبلغهن حتى لا ينزل علي سخط الله، وجمع الناس وبلغهم الخمس كلمات خلاص. طيب، فهم ابناء الخالة، ولذلك هل مثلا زكريا يبقى جوز خالة مريم أو جوز أختها؟ طبعا بعض العلماء برجح أنه جوز أختها، عشان يحيى وعيسى وابنين إيه الخالة، ما يبقوا لما يبقوا اتنين نسوان إخوات ويخلفهم يبقى عيلهم إيه ولاد خالة، خدت بالك؟ طيب افرض أنه هو اتجوز أخت أمها، يبقى بيسموها الخالة الكبرى، مش كده ولا ايه؟ بيسموها الخالة الكبرى خلاص، على السنة بالنسبة لهم هتبقى ايه جدة خلاص. طيب يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب اللي هو التوراة او جنس الكتاب السماوي ايا كان، ممكن يكون الانجيل ايضا لان كان في زمن عيسى، يبقى الانجيل نزل لهم الاثنين، او ممكن يكون يحيى نفسه نزل عليه كتاب لا نعلمه ولم نخبر به، فخذ الكتاب قوة عن الكتاب المنزل من عند الله، أيا كان بقى الايه نوع هذا الكتاب. خذ الكتاب بقوة ازاي؟ خذ دي فيها ايه الامر بالايه بالعلم، وهياخد هيتلقى العلم، مو الكتاب ده مش علم، يبقى خذ فيها ايه فيها العلم انك تتعلم. طيب خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. قوة دي بقى دي الكلمة السحرية، هتفيدني معاني كتيرة خالص، من هذه المعاني أي بجد واجتهاد، من هذه المعاني أي بعمل، اجمع مع العلم الإيه؟ العمل. من هذه المعاني التعليم، أن تعلم الناس هذا الكتاب. من هذه المعاني الدعوة بقوة. خدت بالك من بلغة القرآن؟ يبقى ايه؟ يبقى تجمع بين العلم والعمل والتعليم والدعوة، وكل ما فيه ها اخذ للكتاب بقوة عليك ان تقوم ايه به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وايه كمان الصفة اللي بعد كده؟ وآتيناه الحكم صبيا. آتيناه الحكم صبيا. كل الأنبياء يا جماعة نبئوا على سن الايه الأربعين، على القول بأن يحيى نبئ وهو صبي، الحكم يعني نبيا وهو صبي، يبقى كده هو الوحيد اللي نبئ وهو ايه وهو صبي، لأنه آتيناه الحكم صبيا. الحكم ده النبوة، وقيل الحكم هو الفهم في الدين، وقيل الحكم الحكمة، وقيل الحكم العقل، وقيل الحكم الحاكم بمعنى أنه يحكم زي قاضي، وقيل الحكم من الإحكام وهو الإتقان، وقيل الحكم هو من بمعنى المنع وهي المنع من الفساد. كل دي أقوال في الحكم ولا يعارض بعضها بعضا، وخص بها يحيى عليه السلام في صبا. واضح كده يا جماعة؟ وآتيناه الحكم ايه صبية، جميل كده. طيب وحنانا من لدنا، حنانا يعني ايه رحمة، ومنه اسم الله الايه الحنان سبحانه وتعالى. حنانا من لدنا يعني رحمة، واحنا في المرة السابقة ذكرنا ان المحور الاساسي في السورة الكريمة ايه الرحمة، ممتاز. طيب حنانا من لدنا أي رحمناك يا يحيى، يبقى الله رحمه، وقع عليه الحنان من الله عز وجل، جاءته الرحمة من الله عز وجل. طيب وحنانا من لدنا أي أودعنا فيك يا يحيى صفة الرحمة بالخلق. يبقى حنانا من لدنا تشمل يا جماعة حاجتين، أن الله رحمك ورحم بك،
رحمك سبحانه وتعالى وجعلك ترحم الخلق. واضح كده يا جماعة؟ وحنانا من لدنا وزكاة. الزكاة مأخوذة من التزكية. التزكية دي يا جماعة فيها معنى التطهير وكمان فيها معنى الايه؟ النماء. واضح كده؟ معنى التطهير ومعنى ايه؟ النماء. التطهير هنا تطهير ايه؟ تطهير الحسي والتطهير الايه؟ المعنوي. تتطهر حسيا بالوضوء والغسل والتيمم ونظافة الثياب والبدن والمكان وإزالة النجاسات. والتطهير المعنوي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والشقاق والرياء وأمراض القلوب المختلفة. ماشي. والنماء اللي هو إيه؟ الزيادة في الخير. الزيادة في الخير. والظاهر أن المعنى الأول هو الأرجح، إن هو وزكاة يعني تزكية، إن ربنا عز وجل في محض الامتنان على المؤمنين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ يزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إيه؟ ويزكيهم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. مش كده؟ ودي كانت استجابة لدعوة إيه؟ إبراهيم عليه السلام، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نلاحظ حاجة لطيفة جميلة كده، إن الصياغة دي جت في أربع مواضع في القرآن، موضعين في البقرة، موضع في آل عمران، وموضع في الجمعة. كل المواضع قدمت فيها التزكية على العلم إلا في موضع واحد في دعاء إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة الأول ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فما السر في تقديم التزكية في المواضع الثلاثة على العلم وتقديم العلم على التزكية في موضع واحد؟ هنا يا جماعة سيدنا إبراهيم بيدعو، صح؟ يعني لسه ما حصلش، تمام؟ يعني لسه ايه؟ لسه ما حصلش، لسه سيدنا إبراهيم بيطلب من ربنا، بيقول يا رب ايه؟ انا بندعوك، ربنا وبعث فيهم رسولا ايه؟ منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى الرسول هيجي، خليها ترتيب زمني كده، هيعمل ايه الرسول؟ دوره ايه؟ يتلو عليهم الآيات القرآن ويعلمهم الدين، وبالتالي تكون الثمرة ايه؟ التزكية. يبقى التزكية منشأها الايه؟ العلم، مبنية على العلم. ده الترتيب الزماني الطبيعي جدا. طيب يا ترى التزكية أهم ولا العلم؟ العلم وسيلة. طب افرض علمه ما جابش تزكية، يبقى وبال على صاحبه. يبقى كده التزكية ايه؟ أهم من العلم، بس في نفس الوقت لا تكون إلا بالإيه؟ بالعلم. ففي معرض الامتنان بيمتن بما هو أهم يا جماعة. بيبدأ أولا بالأهم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن ده مهم جدا، دي أهم حاجة. وبعدين يليها في الأهمية التزكية، وبعد كده يعلمهم بقى. لقد من الله، الامتنان واضح اهو، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ترتيب تفاضلي في الامتنان، كان الترتيب تفاضلي، بدأ بالأهم والأفضل، ها، ثم يليه الذي هو أقل منه فضلا وأقل منه أهمية. لكن في الدعوة سيدنا إبراهيم لسه ما حصلش حاجة، فلازم الناس تقرأ القرآن الأول وتتعلم الدين، وبالتالي يترتب على ذلك إيه؟ تزكية النفوس، خلافا للصوفية الذين يسلكون طريق التزكية بدون إيه؟ إيه اللي بيحصل بقى على كده؟ يضلون ويشركون والعياذ بالله، يقعون في الشرك. واخد بالك؟
أما يروح مثلا يطوف في القبور أو يروح يجاور في الحسين أو يجاور في البدوي أو يبقى من سدنة القبر، دي تزكية، بس تزكية بعلم ولا بجهل؟ بجهل. زي النصارى، ها، اللي يروح مثلا اللي يتعبد في صومعة، واللي يروح في الجبل، واللي يترهبن ويقول لك ما يتشطفش بمية وما فيش حتة نظيفة في جسمه إلا شفتين ومطرح ما بيأكل وبيشرب وبقيت جسمه عليه طبقة وسخة والعياذ بالله، بيعتبر دي تزكية وقربة الله عز وجل. خدت بالك؟ زي طريقة البراهمة الهنود، فبيسلكوا طريقة التزكية والرقي بالروح في زعمهم الفاسد بدون إيه؟ بدون علم، فبالتالي يضلون وإيه؟ ويضلون. لكن الإسلام العلم الأول عشان تبقى تزكية صح، تبقى تزكية على منهاج النبوة، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزكي نفسه، وزي الصحابة ما كانوا يزكون أنفسهم، ها، يزكوا نزكي أنفسنا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرمل الصحابة أما راحوا له قالوا له إيه، أما أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال وأنا أعتزل النساء، والرابع قال وأنا لا أكل اللحم، وكذا واحد راحوا يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء عشان يتفرغوا لإيه. النبي صلى الله عليه وسلم صح لهم المسار، قال لهم أما إني إيه، الأول حط لهم حقيقة، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ها، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج الإيه النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي إيه فليس مني، يبقى وجههم التوجيه الصحيح. ولذلك يا جماعة كان من مبادئ الدعوة الأساسية التزكية، بس تزكية مبنية على الإيه، على العلم، ليس مجرد التزكية بآراء الصوفية أو آراء النصارى أو العباد اللي هم عبدوا الله على جهل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بعض البلاد ورأى الرهبان وما هم فيه من تعذيب لأنفسهم في العبادات بكى بكى، فقالوا ما يبكيك يعني، ده يوم فرح، ده احنا فتحنا البلاد. قال أبكى على هؤلاء الذين عذبوا أنفسهم في الدنيا ويعذبون في الايه في الآخرة، اللي كان في ذكرها المفسرون في تفسير الايه قوله تعالى ايه وجوه يومئذ ايه خاشعة عاملة ناصبة، ده في الدنيا، وفي الآخرة ايه يا وقع سودي، يعني عذبوا نفسهم في الدنيا وحيخشوا جهنم في الآخرة، لا طالوا دنيا ولا آخرة، والله حتى اللي ايه اللي هو استمتع بالدنيا حنقوله مع التجاوز الكبير انه خد حاجة، انما دول يعذبوا نفسهم في الدنيا وينتظرون عذاب الاخره، بل ويكونون اشد الناس عذاب. فعمر صعب عليه، قال يا عيني مساكين، بيعذبوا نفسهم في الدنيا بالرهبنه واللي بيعملوه من الطقوس التي ما انزل الله بها من سلطان، وفي الاخره جهنم مستنياهم، ها، وجوه يومئذ خاشعه ذليله عامله تشتغل كتير ناصبه متعبه نصب تصلى نارا تسقى من عين آنية، عين بتغلي، ليس لهم طعام في جهنم إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، واخد بالك؟ طيب ده كلام ممتاز، يبقى إيه وزكاة وكان إيه وكان تقيا. طب ما قالش وتقوى ليه؟ لا، وكان تقيا يعني ده تدل على حاجتين، وجود التقوى وأقدمية التقوى، والتقوى طبعا معروفة أخذ الوقاية من عذاب الله عز وجل، ها، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الايه الرحيل. وطلق ابن حبيب لما قال التقوى ايه، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى ايه عقاب الله، تمام، وبرا بوالديه، برا بايه بوالديه، البر. طب ويا جماعة هو البر ده بالوالدين مش ده من التقوى؟ مش ده من التزكية؟ مش ده من الحنان والرحمة؟ لا، البر الوالدين ده رغم انه يعني موجود في الصفات اللي فاتت الا انه لابد ان يخص بالذكر لأهميته، لان هذين الوالدين هما السبب في وجودك بعد فضل الله عز وجل. انت كنت هتجي منين الا من الوالدين؟ فربنا عز وجل هو الذي خلقك، وكان الوالدان سببا لوجودك. ف
فالله هو المسبب والوالدان هما الايه؟ السبب، وانت المسبب. فبالتالي دول حقهم بعد ربنا على طول، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وايه؟ وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ان اشكر لي ولوالديك. واخد بالك؟ طيب، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كلمة جبار لها معاني كثيرة. الجبار اللي هو الطويل، نخلة جبارة، نخلة طويلة مرتفعة. الجبار من جبر الكسر، خدت بالك؟ الجبار الذي عتى في الإجرام. فيحيى لم يكن جبارا بأنه مع النبجة، إنه ليس مجرما، ها؟ ليس متجبرا، ليس ظالما. ولم يجعلني جبارا إيه؟ عصيا. عصيا يعني عاصيا لله عز وجل. وذلك في بعض الآثار، كل ابن آدم إيه؟ له ذنب، إلا يحيى بن زكريا لم يكن له ذنب ولم يلم به، يعني حتى ما كانش بفكر إيه؟ فيه. ده أثر طبعا، الله أعلم بصحته، لكن على كل حال يعني إيه؟ هكذا يقولون يعني. وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام علي يعني الله يسلم عليه، ولا السلام بمعنى الأمان؟ الراجح إن هو بمعنى الأمان، ولا مانع منهما معا. طيب، في كم موطن يا جماعة؟ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. طب ليه؟ ليه ما قالش سلام عليه على طول دائما، سلاما دائما وخلاص؟ إيه سبب تخصيص يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي؟ قال لك إن دي أصعب المواطن، فإذا كان السلام من الله والأمان على يحيى في هذه المواطن الثلاثة مضمونا، فهو فيما سواها إيه؟ أضمن. زي إيه يا جماعة؟ حد يجيب مثال كده؟ مالك إيه؟ يوم الدين، وله الملك يوم ينفخ في الصور، والملك يومئذ إيه؟ لله. لمن الملك اليوم؟ طب كل ده يدل عليه يا جماعة على ملكية الله عز وجل يوم الدين. طب وغيره؟ ها؟ يملك ولا لا؟ الله يملك غيره ولا لا؟ من باب أولى. طب ليه خاص يوم الدين بالذكر؟ لأنه أصعب الأيام، فإذا ملك ما هو أصعب فما دونه أولى. فهنا برضك نفس الكلام، إذا سلمه الله وأمنه في هذه المواطن الثلاثة اللي هي أصعب المواطن، فتأمينه في سواها أولى. طيب، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، في حاجة مشتركة بينهم خلتهم أصعب المواقف، إيه هي يا جماعة؟ الانتقال من دار إلى دار مختلفة تماما. يعني ماشي الواحد لما في الدنيا مثلا بيبقى رضيع ويفطموه بيزعل، لما يبقى مثلا صبي وحيخش مثلا حضانة بيستغرب وعاوز حد يروح معاه عشان يعوده على الناس الجديدة، أما بروح مدرسة بيستغرب أكتر، أما بروح ثانوي بروح جامعة، أما بيتجوز، أما بيشتغل في مكان جديد، أما بيخش في مرحلة جديدة هو في الدنيا بيبقى صعب عليه ويبقى في عنده اضطراب. بس ده لا يساوي شيئا بجوار إيه؟ التلات مواطن دول. ليه؟ لأن لما بيروح الحضانة حد بروح معاه بيلاقي دول وبيلاقي دول، بيلاقي الجديد والقديم، لما بروح مدرسة، لما بيتجوز، لما بروح شغل جديد بيلاقي ده ولاقي ده، فالأمر بالنسبة له إيه؟ هاي تمام. لكن التلاتة دول بينتقل من دار إلى دار لا يعرفها أصلا، يعني الطفل اللي موجود، الجنين اللي موجود في بطن أمه حمل، ده عايش في جو معين وده الوطن بتاعه، هو اعتاد هذا الوطن واستأنس به، ها، ورضي به وسعد به وسر به. طيب، هينتقل من دار إلى دار، من بطن الأم، من الرحم للدنيا، فتجده إيه؟ ينزل خائف وهو يبكي، رغم أن نخس الشيطان وده كان من أسباب بكائه، لكن من أسباب البكاء أيضا تغير الدار، أنه انتقل، رغم أن الدار اللي انتقل لها إيه؟ أوسع وأنعم، هو جوه بطن أمه محطوط في إطار ضيق، محطوط بين النجاسات، الدم والمية والكلام ده كله، خدت بالك؟ بيتغذى من الدم، حركته محدودة،
لكن هو كان راضي وكان عايش ومبسوط. لما انتقل لمكان تاني أوسع خاف واضطرب، وده بالنسبة له موقف صعب، لأنه انتقل من مكان إلى مكان لا يعرف فيه أحد ولا يعرفه فيه أحد، من دار إلى دار. خدت بالك؟ طيب، ولما يموت، إحنا الآن في الدنيا عارفين بعض، ولنا زوجاتنا ولنا أولادنا ولنا جيراننا ولنا أصدقائنا، حتى لو روحنا مكان تاني سافرنا بلد تانية برضك في ناس بنقابلهم، طبيعهم زي طبيعنا، أشكالهم زي أشكالنا، عاداتهم ومعاملاتهم بشر، بشر زينا، حتى لو اختلفت العادات شيئا بس في الآخر بشر، في قدر كبير جدا من المؤانسة. لكن النهاردة لما يبقى عايش وسط الناس كده وبعدين يموت، ساعة الموت يجي له ملائكة الموت، يجي له ملك الموت، يدخل القبر يلاقي منكر ونكير، يلاقي مقعده من الجنة أو مقعده من النار، يلاقي الكلام ده هو راح يعرف من هناك ومن يعرفه هناك. الكلام ده في حد يؤنسه في هذا المكان؟ مفيش، إلا بقى ليه؟ العمل، العمل الصالح بتاعه، لو عمله صالح هو ده اللي ممكن يؤنسه، هو برضه ما شافوش قبل كده بس ده هيطمنه. فده وقت صعب. الموقف الثالث اللي صعب البعث، لما يطلع الإنسان من القبر بتاعه كده وبعدين يبقى في أرض المحشر والمنشر، وتايه بقى وسط التيين والصراط والميزان والحساب، وموضوع كبير، وبعدين مش عارف هيروح جنة ولا هيروح نار ولا هيروح فين. تلاحظ كمان أن الصعوبة تصاعدية، يعني انتقاله من بطن أمه إلى الدنيا صعب مش كده، لكن انتقاله من الدنيا إلى الموت إلى القبر أصعب. إذا كنت تبص على القبر وانت عايش وبتتخيل كده القبر ده الناس اللي جوا عاملين إيه، طب وأنا لو دخلت هنعمل إيه؟ وبعدين القيام من القبور والبعث يوم القيامة أصعب المواقف. فلما ربنا عز وجل يديك الأمان والسلام في هذه الأوقات الثلاثة، ماذا تريد بعد ذلك؟ إيه اللي تطلبه بعد كده؟ فربنا وعد يحيى عليه السلام بالسلام في هذه المواطن الثلاثة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ويه حي، صلى الله عليه وعلى زكريا وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. بكده نكون يعني انتهينا من الآيات من السابعة إلى الآية الخامسة عشرة من السورة الكريمة، ونقف عند الآية السادسة عشرة التي تبدأ بقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لو في أي درس مستفاد أو استفسار أو تدبر للآية أين نحن من الآيات، أو أكثر آية تأثرت بها، لو حد عنده حاجة من كده يتفضل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني الإنسان لا يتكاسل ولا ينتهي. نعم، يبقى ده قدوة لنا هو نحن نتمسك بالدين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. خدت بالك أهمية الثقة؟ يعني أهمية إيه؟ الثقة للدعوة، يعني الإنسان ما يتحمل أعباء الدعوة. نعم تفضل. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. والشاهد والدليل قلتها بتاعت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. فالإنسان إلا مزكي نفسه في الدنيا بالطاعات وتوحيد الله تبارك وتعالى فلا يأمن بقر الله تبارك وتعالى. لا يأمن، صح، كما قال بقر الله. نعم. حد تاني عنده حاجة؟ فضل بر الوالدين. فضل بر الوالدين وبرا بوالديه. نعم. شيخ برضك ناخد درس مستفاد: التخلي عن فضول الكلام فيما لا يفيد. صحيح، جزاك الله خيرا، درس مهم. إن القرآن لم يتكلم إلا فيما يفيد فقط، وما لا يفيد أو حتى لو يفيد بس يدرك من خلال السياق بدون ذكره لا القرآن لا يذكر. نعم، جزاك الله خير. ممكن عشان الاستئناس بالله
الله عز وجل هو الذي يصاحب الإنسان في كل انتقالاته يعني. أيوة، يبقى لازم يوطد علاقته بالله عز وجل عشان يبقى معاه في كل المواقف بتاعته. جزاك الله خير. الشيخ يفرق في اسم التباد أن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أشياء عظيمة لا يستقل بالدعاء. يعني لا يستهزئ بالدعاء صح. سيدنا العليا قال يرثني، واللي هو بتاعت الآية مثلا يرثه في العلم والدعوة والعمل لدين الله عز وجل. أعطاه أعلى من ربه رضيا. أعطاه النبوة نعم. فجاء الله سبحانه له يحيى بالفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم. أنا عاوز بقية الناس تشارك. يعني ثلاثة بس اللي اتكلموا. بالمناسبة شوف حتة يارس دي ويارس من آل يعقوب برضه العلم والنبوة. أنت ما حضرتش المرة اللي فاتت يا معلم. لازم تفصح عن نفسك. ها؟ لا ما أنت بتفصح عن نفسك إن أنت ما حضرتش. إحنا قلنا يا جماعة يرثون ويرثون آل يعقوب. ها؟ الميراث إيه هنا؟ ميراث المال ولا العلم؟ العلم والدعوة. والعمل لدين الله عز وجل. ها؟ وإني خفت الموالية من وراء. اللي هو خايفهم على الفلوس؟ ذكرنا الجار. شغال باليومية خدت بالك او زي ولد الشغال على دراعه هجيب فلوس منين هيحوش منين اللي جاء على قد اللي رايح وبعدين على كبر السن ده وخايف على الفلوس اللي وراه طب وبعدين يرثوني طب ورثوا من آل يعقوب ده كان بينه وبين آل يعقوب مسافة طويلة جدا شوف بقى بين سيدنا يعقوب وسيدنا عيسى كم قرن قرون طويلة يعني آل يعقوب كان انتهوا اصلا فحتى لو مال هيورث منهم مال ايه اللي هياخده من آل يعقوب لكن ايه اللي يستحق الميراث من آل يعقوب العلم والدين دعوة الى الله عز وجل العمل لهذا الدين نعم طيب اهمية بر الوالدين نعم اهمية بر الوالدين جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا